طبعا فيما يتعلق بقضية معتقل الريف لا تتوفر عناصر الإجابة الكافية، لأن الموضوع مجلس لم يدرس هذا الموضوع، إنما يكون الحديث لكل حدث حديث. بالنسبة للسجل الاجتماعي أن الأمور تشتغل، لأن عملية صعبة ماشي سهلة، يعني فيها إحصاء وفيها الضبط وفيها كذلك حوار. الناس ستخرج السجل سيكون موجودا عند وقته حتى يكون سجل اجتماعي في جميع الشروط ويوفر الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلاله. طبعا احنا الاخبار اللي هي غير رسميه لا نهتم بها، يعني ما عندناش اخبار رسميه بان ايطاليا عندها مواقف رسميه في هذا الموضوع، هي عندها مواقف دوليه ليست فقط مع المغرب، ان موضوع الهجره موضوع اوروبي في نقاش داخل اوروبا وفي مشاكل متعدده ومواقف متعدده داخل الاتحاد الاوروبي نفسه، وبالتالي ليس لدينا نحن الان في المغرب اشياء رسميه يمكن نقول هذا موقف صادر ان نتخذ منه بحث له عن جواب.